نقابل السيد ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري. وخلي بالكم، محفظة البنك التمويلية للنشاط الصناعي تجاوزت 33 مليار و500 مليون جنيه. ركزوا معاه. كيف ننظر للصناعات الهندسية في البنك الأهلي؟ سؤال مباشر. احنا بننظر لكل صناعات في البنك الأهلي بقمة الاهتمام، وأقدر أقول لحضرتك إن الصناعة بتستحوذ على حوالي 43% من قيمة المحفظة بتاعتنا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حوالي 33 مليار ونص جنيه، 33 ونص مليار جنيه ضخناهم في الصناعة حاليا موجودين كمحفظة قائمة. أما بقى لما نيجي للصناعات الهندسية فدي أم الصناعات. صحيح. أم الصناعات، يعني مش هينفع يبقى في صناعات غذائية غير لو في صناعات هندسية بتعمل المعدات وبتعمل المكن وبتعمل الأواديس وبتعمل كل المصانع اللي هتنتج حاجات تانية بعد كده. من هنا جات اهتمامنا بالصناعات الهندسية وبالمعرض اللي هو أنا شايفه معرض بالنسبة للظروف الحالية معرض ممتاز جدا وعليه إقبال يبشر بالخير. احنا بنساعد ازاي الناس في الصناعات الهندسية؟ الراجل ده محتاج خام ومحتاج معدة للتحديث، بنفكر معاه ازاي؟ اغلب الصناعات الهندسية، اغلبها مش كلها، دي اللي احنا بنسميها باتش بروسس او باي اوردر، يعني بتيجي بالاوردر. ومن هنا جت صعوبة الدراسة. احنا بندرس مع العميل الطلب بتاعه، بنمول المعدات الاستثمارية بتاعته، وبنمول له كمان الخامات على حسب نموذج العمل بتاعه. يعني لو هو عنده عقد يقدر يشغله سنتين، فإذا أنا عندي نوع من الخطوط الإنتاج أو نوع من الإنتاج المستمر، فبالتالي عايز خاماته بنمولها، وإن كان عايز يعلي قدرات المعدات بتاعته برضو بنمولها. في نماذج كتيرة جدا، والصناعات الهندسية غنية بالأفكار وغنية بالابتكار، وعلشان كده يمكن حضرتك شايف النهاردة احنا جبنا كل زملائنا في الفروع المحيطة وزملائنا من القطاع الرئيسي علشان يلفوا ويقعدوا مع العارضين يساعدوا العارض. وفي نفس الوقت أنا لازم أقول وبكل تواضع، إحنا بنتعلم لما أقف النهاردة جنب بائع المعدات أنا بتعلم منه، أفهم المعدة دي شكلها إيه والنتيجة هتكون إيه، أكيد خدمة أفضل للعميل والمستثمر الصناعي.